ريبورتا، انت طالبة لغة عربية، يا ريت تتعرفي عن نفسك، اسمك، طبيعتك، تفضلي باللغة العربية. انا اسمي روبرتا، انا من ايطاليا، من مدينة صغيرة في مركز ايطاليا، وانا هنا في الاردن لادرس اللغة العربية، وانا درست في سوريا وفي فلسطين قبل سنة، وهنا في هذا المركز انا ادرس اللغة الفصحى واللغة العامية، وأحب اللغة العربية كثيرا، وأنا أعمل مثل مساعدة إنسانية، وأحب كثير لأعمل في الشرق الأوسط، لهذا السبب أنا درست اللغة العربية. ممتاز، فيري جود. أنا عندي سؤال لك روبرتا، كيف شفت المركز اللغات؟ شو رأيك في مركز اللغات؟ أنا أفكر هذا مركز جميل جدا، والمعلم صح. شكرا. وكل الناس هنا لطيفة. نعم. وأنا مبسوطة لي هذا الدراسة. شكرا جزيلا.